انتظرونا في حلقة الاثنين، حلقة خاصة جدا من حديث القاهرة مع الكاتب الصحفي والإعلامي والمحلل والخبير والسيناريست إبراهيم عيسى، في حلقة خاصة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير. يعني إبراهيم عيسى هيكون معانا ضيف ومشارك ومحاور وبرضه بيفتح خزائن الذكريات. 10 سنين مش قليل، مكاسب وخسائر هنحسبها معاكم، وحتى أحداث وأشياء يمكن ما تقلتش قبل كده هتكون موجودة معانا في حلقة الاثنين. قراءة مختلفة لواقع ممتد حتى هذه اللحظة. ما الذي حدث خلال السنوات العشر الأخيرة؟ هل تغيرنا؟ هل خسرنا كثيراً؟ هل ربحنا من هذه الثورة؟ حجم الخسائر التي لحقت بنا، حجم المكاسب التي عادت علينا، كل ده في حلقة خاصة جدا من حديث القاهرة.